جي وقيت الوستار مع فنانة توحشناها برشا وعندها مدايدة غايبة علينا لظروف الله غالب حزينة شوية. حبوا نرحبوا بها ترحيب كبير، نحكي لكم على آمنة فاخر في الوستار. الو ستار آمنة فاخر، أهلا وسهلا. نعيشك عايش أميمة، مرحبا بيك ومرحبا باللي يسمع فيك الكل. مرحبا بيك انت، توحشناك برشا، توحشنا طلتك وصوتك. نعيش ونحب نعزيك مرة أخرى، الله يرحم الوالدة وربي يصبرك ويصبر العائلة الكل. يعيشك يا أم، يرحمها ويرحم الناس الكل اللي توفيو وجعة كبيرة. الحمد لله قاعدين نحاول ناخذ على ساقينا وهذيك الحياة. هكا هو الدنيا تتواصل، هكا هذيك هي الدنيا، ربي يصبركم وإن شاء الله في الجنة. إن شاء الله تكون في جنة هي وناس كل اللي توفي وربي يرحمهم يا ربي. مين آمنة فاخر بعد مدة غبت فيها علينا بسبب الظروف الصعيبة اللي كنت تعيش فيها. البارح شفنا تصاور ليك ولي صابر الرباعي ومجموعة من الفنانين، كنتوا عملتوا لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي. عفوا احكي لي على فحوى اللقاء آمنة قبل كل شيء. أول حاجة ساعة نحب نشكر برشا برشا، أو أولا السيد الرئيس اللي رئيس الجمهورية اللي هو قاي سعيد اللي استقبل الجروب الأولى، خاطر احنا تقسمنا دو جروب اللي احنا حابين نوصلوا أصواتنا للأكثر مع مسؤولين، اللي هو السيد قاي سعيد وبعد السيد هشام المشيشي اللي استقبلنا البارح في الجروب الثانية. كان الهدف نتاعنا هو هالمشاكل اللي قاعدين فيه، لأنه البلاد قاعدة تمر برشا ظروف وظروف خايبة على الناس الكل، ولكن حسينا ان الميدان الفني كان شوية الحقيقة كأنهم متناساوه، معناتها كأنه ميدان ماهوش موجود. دخلنا منسي ميدان، منسي ميدان منسي اللي هو ميدان معناتها يخدم في 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 برشا 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 قطاعات، مش كان الفنان برشا يخدم. معناتها انت تعرف اللي الميدان الفني مربوط ببرشا قطاعات اخرى. كانت عندنا شويه مطالب، معناتها شفتوا انه قانون الفنان، حقوق التاليف، معناتها ثم كانوا برشا برشا مشاكل اللي لازمنا نحكيو فيهم ولازمنا نوصلوا صوتنا فيهم. الحمد لله انه سمعنا، نشكروا برشا، لقاء كان ممتاز الحقيقه، وان شاء الله نلقاكم اميمه ان شاء الله. كما قلت لك معناتها احنا نعملوا اللي علينا والباقي على ربي وعلي ماما. هذا اكيد امنا نتمنى، وان شاء الله يكون اللقاء عنده نتيجه. حبيت نعرف هل كان اللقاء هذا بطلب منكم والا الرئيس الحكومه هشام المشيشي هو اللي ترمد دعوتكم؟ اكيد طلب منا، احنا حبينا نقدموه، وكما قلت لك مشكورين برشا 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 انه في هالظروف هذه انه مستقبلونا واعطاو قيمه للفنان، وهذه الحاجه اللي فرحنا برشا برشا انه معطاو قيمه كمان للفنان اخيرا، معناتها وتعرفوا بنقابتنا اللي احنا الهدف نتاعنا انه نخدموا معناتها الميدان الكل، ومش شكر اليوم اللي ما نصورش انا مستحقه باش نكون في نقابه ولا صابر ولا لطفي ولا محمد ولا نبيها ولا ما نصورش، معناتها قاعدين نخدموا على رواحنا والحمد لله، معناتها الامور ماشيه فيه تعطانا برشا كما الناس الكل، اما مانيش عاملينها معناتها مورد رزق لينا. النقابه احنا جينا باش ندافعوا على حقوق الفنان، اللي حقوق الفنان اللي هي من 60 سنه معناتها ناسينها ومتنسينها، واللي هي مهمه برشا 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 لحتى. فما نقطة مهمة نحب نعرفها أمنة، شنو هو الفرق بين اللقاء الفنانين اللي كيما لطفي بوشناق الفنان الكبير نبيه كراولي وغيرهم اللي كانوا حاضرين، أسماء بن أحمد ما بحبش ننسى حتى حد، غازي العيادي، نور شيبة، كيف مع الرئيس قيس سعيد، وبين لقائكم مع هشام المشيشي، شنو هي الفرق بيناتهم؟ ما فما حتى فرق الحقيقة، ماهيش معناتها احنا مقسمين، مش اللي مقسومين عن قصد، معناتها بالعكس احنا قلنا الحقيقه ما كناش باش نصوروا انه باش يقابلنا الرئيس الحكومه صراحه، معناتها ولا كنا نصوروا انه باش يقابلنا الرئيس، معناتها سختو كيما قلت في الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها تو في البلاد، من كورونا، من المشاكل الاقتصاديه، من المشاكل معناتها برشا برشا مشاكل، ما كناش باش نصوروا، احنا قلنا باش نجربوا معناتها، والحمد لله انه اخيرا معناتها لبى الدعوه، مشكورين برشا 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 انه لبوا الدعوه. وحاجه اخرى، راهم واعيين وحاسين بالوضع اللي قاعد يعيش فيه الفنان الحقيقه، هذا اللي مستاهل البارح، وهذا اللي شفناه معناتها من خلال كلام السيد الرئيس، سواء رئيس الجمهوريه ولا السيد رئيس الحكومه، معناها سمعونا بالكدا وحكينا في برشا مواضيع وكانوا معانا
تحسهم بقلب معناتها وهو مش اللي هكا جست انا تقابلنا وكذا وفي الحكايات. في كلامك ما قلت لك ماهيش مش معناتها ماهيش المشكله انه قابلونا قابلنا رئيس الجمهوريه ولا قابلنا السيد رئيس الحكومه ماهيش مفرقة معناها. فهمت ايمنا في كلامك كنت تحكي قلت احنا نمشينا نحكيو باسم الفنانين الكل لكن كي نقرا انا باغ اكزومبل التعليقات باش نقول لك بعض التعليق نكملك ايمنا سامحني دقيقه برك نكملك يقول لك علاش ما عيطوش مثلا الرسامين علاش ما عيطوش الموسيقيين العازفين علاش كانوا الفنانين لا 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 موجودين العازفين لا 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 اقدر معانا فما شعراء معانا فما معازفين عباس بلقيل واحمد الشهيدي معانا حاتم جيزان الشاعر الكبير معنا معناتها بالعكس احنا ما اقصينا حتى اغزر راهو التكوين معناتها التكوين نتاع النقابه ما يلزموش يفوت ال 21 عام معناتها تقول لي هذا حكينا فيه برشا مرات اما هذا ما يمنعش انه احنا معنا برشا فنانين في الفن الشعبي والا في الراب والا في الموسيقى هو ميدان يشمل هذوما الكل معناها احنا ما اقصينا حتى احنا بالعكس قلنا مرحبا للفنانين الكل خاطر هدفنا واحد على خاطر مشكلتنا واحدة على خاطر اليوم فماش نقابة إكس ونقابة إجريك معناتها يزلنا يد واحدة نكون وخاطر احنا كمشينا انا مالك غير وجيعتي ومالك غير اللي صار معناتها انا اش قاعدة نعيش ومشيت معناتها مشيت على خاطر نعرف اللي هذاك مهم سواء توا وإلا من بعد جينيراسيون جاية معناتها انا احنا كمشينا حتى حد فينا ما خمم في روسه خممنا في المجموعة خممنا في الفنانين الكل اليوم كي تعمل القانون الفنان راهو مش باش تعمل الصابر والامنه والالفه لجميع الفنانين راهو باش تعمل للفنانين الكل فما بنود جديده امنا للفنانين الكل فما بنود جديده باش تضاف يمكن لحكايه حقوق التاليف والحقوق الفكريه فما حاجات جديده المشكل اللي معناتها اللي عاشوا بالقطاع الكل اميمه معناتها الحاجات بعض الحاجات اللي كانوا مقلقين برشا في الدومين لو هذاك اللي دوك نحكي لك اليوم هو فما نقاط اخرين بتات لازم نجاوبك عليهم لازم نجاوبك عليكم نبيها كراودي اللي هي الناس الرسميه واللي هي ملمه اكثر بتات باللقاء صاير انا في البلد هذه غبت شويه الحقيقه ما كنتش معاهم اصلا بوغتون تعرف انت الظروف اللي كنت فيها معناتها ينجموا يكونوا فما حاجات زادوا فما حاجات حكيوا فيهم وانا ما كنتش حاضره هذاك عشان قلت ما نعرفش اسكو عندك فكره على المؤتمر الوطني لاصلاح المنظومه الثقافيه الوطنيه اللي قاعدين يخدموا عليه وكان هو محور اللقاء عندك فكره عليه امنه؟ لا ما عندكش فكره عليه دونك فما قاعدين فما اعداد للمؤتمر الوطني لاصلاح المنظومه الثقافيه الوطنيه اللي قاعدين يخدموا عليه واللي باش يمكن ينفع برشا فنانين يظهر لي انا قلت لك راني في البريود هذه الكل حقيقه كنت ديكونكتي ديكونكتي على الاخر انا كي كلموني على البارح لبست حوايجي ومشيت خاطر الحقيقه ما كنتش في الموجوده بالكل حس المسؤوليه يمكن هو اللي خليك تمشي ايمن اكزاكتومون انا مشيت خاطر زميلي يكون مع صحابي حكيتوا على المهرجانات حكينا وين كيفاش حكينا في كل شيء هو مش يقول لك هاو باش تصير احنا حكينا احنا طرحنا المشاكل اللي موجوده ومن بعد التنفيذ ليهم هما اميمه احنا اليوم نحكيو شنو المشاكل وشنو اللي قاعدين معناتها اللي نعانيو فيها نقول لك بارونتيز معناتها نعانيو فيه في الدومين هذا وبعد الباقي عليهم هما معناتها القرار مش لا بيدي انا لا بيد حتى حد معناتها لا بيد صابر لا بيد لطفي لا بيد حتى حد بعد القرار هي رئيس الحكومه هما اللي قرروا وان شاء الله يا ربي اللقاء اللي صار ما بين الفنانين وقيس سعيد رئيس الجمهوريه وبين رئيس الحكومه هشام مشيشي يلقى نتيجة هذا اللي نتمناوه والوضعية الثقافية في تونس تتحسن هذا اللي نحبوا عليه هذا اللي نتمناوه مرسي أمنة على التوضيحات شكرا لك نعرف اللي مش سهل عليك انك تمشي وتتكلم سامحوني حتى بالحق انا راه ثم احنا عندنا الناطقة البارح انت كلمتني قلت لك نعرف على خاطر احنا راه الناطقة الرسمية اللي هي عندها كل شيء واللي تنجم تحكي في كل شيء اللي هي الفنانة الكبيرة نبيها كراوي تحية لها
هي اللي تنجم تجاوبكم على برشا حاجات، ما فما حاجات ممكن انا ما نجمش. اما احنا توحشناك، اما احنا توحشناك، توحشت صوتك، توحشتك برشا، نبوسك برشا يا ايمنه. ان شاء الله، ان شاء الله نعرفك قويه وايمانك بربي كبير وقدره ربي ترجع ان شاء الله لحياتك والفنك. فما حاجات في الثنيه ولا ماكش مركزه جمله توا في الوقت الحالي؟ والله ما نحبش نقعد وما خاطر حتى روحي انا قاعده نتعب شويه الدراسه وفاتت، وذيك علاش نحب نلقص روحي، نحب نرجع للخدمه، ما نحبش كومبليتمون، نحب نلهي روحي. لطف عليك أمونة، نبوسك برشا وميرسي بوكو اللي قبلت الدعوة. شكرا ليك مرة أخرى، إن شاء الله نشوفك بخير وبصحة وعافية، ورمضانك مبروك من تو. عايشك ورمضانك مبروك إن شاء الله عليكم الكل، وإن شاء الله يا ربي يهز علينا البلايا، خلينا نعيشوا كيما كنا وخير ان شاء الله. امين يا ربي. ميرسي بوكو انا فاخر. كانت معنا الفنانه التونسيه انا فاخر، حكت لنا على اللقاء اللي صار البارح بين الفنانين التوانسه ورئيس الحكومه هشام المشيشي. باه هي نفاو حلقتنا لليوم. ميرسي بوكو، ان شاء الله كانت حلقه خفيفه تظل عليكم، ان شاء الله تفرهدتوا معنا، ان شاء الله استمتعتوا بضيوفنا انا ومي معياري. نحب نشكركم برشا، نشكر الفريق كامل، امينه بوغانجه في الاعداد، امينه في الاخراج، فريق الديجيتال. تحيه كبيره ليكم من القلب الكل التوانسة اللي يسمعوا فينا من تونس ولا خارج تونس. نبوسكم برشا، ردوا بالكم على رواحكم، ربي يستر تونس. باي باي، تشاو تشاو.